السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بالجميع. خاوتي الفيديو هذا ان شاء الله فيديو مشوق، فيديو الله يبارك لخاوتنا اللي يحبوا المقنين ويحبوا الكناري بلي راس. خاوتي رانا درنا فيها جوله عند خويا رباح وليد اللي عندهم الانتاج تاع الكناري والمقنين والفيشر الانسيبارابل والبيريش. على كل حال الفيديو هذا راكم راح تشوفوا ان شاء الله الارفاج تاعهم وطريقه تاع الانتاج اللي يديروها، وان شاء الله راهم في التطور كما نقولوا تطور كبير. ربي يوفق خاوتي ان شاء الله، وتابعوا الفيديو هذا حتى الاخير. ومازال كاين على كل حال فيديوهات واحد اخرين كما هذا الفيديو، خاطر الرحله هذه درنا فيها مغامرات ودرنا فيها حوايج بزاف. خاوتنا تابعوا الفيديو حتى الاخير، واللي يحب يبارطاجي الفيديو يبارطاجيه، واللي ما يحبش يبارطاجي ما يبارطاجيهش. وهذه هي المهم، حنا نلحقوا لكم واش نقدروا نلحقوا. السلام عليكم ورحمه الله، مشاهده شيقه. بسم الله ما شاء الله. خاوتي الله يبارك، هذا ان شاء الله راح يروح ايرفاش تاع المقنين ان شاء الله، وراح يدير فيه الطيور ان شاء الله تاني كيما الانسيبارابل ان شاء الله. بالك يدير الكابوني تاني خويا رابح. رابح وي خويا الطيب. رابح متشرفين بزيارتنا، بزيارتك خويا الطيب. خويا الله يحفظك. وهذا السباخ تاعي تاع الضوافر ها هو. هذا الشيخ رزوق، هذا الله يبارك، ربي يبارك فيه. هذا ثاني عنده ايرفاش تاع مقنين، اسمع، ومعروف بالمقنين تاع كما نقولوا الطفره لي راس ما شاء الله. الطفره تاع بيتنا تاع الجبل. بارك الله فيك خاوتنا، باركوا له وباركوا لخويا رابح. والله يعيش خويا الطيب. شوفوا خدم خدمه بسم الله ما شاء الله. هاي لك شوف الله يبارك. ارباش كيفاش الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. مازال ما كملش المشروع على كل حال، باش يعمروه هذا كاع يروح مقنين ومقابلو جبل. يا خاوتي شوفوا الله يبارك، شوف هذا الجبل راح نطلعوه على كل حال، بعدا نطلعو كاع الجبل هذا. يا خويا ربي يبارك له ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. هذا هو دوكا الوقت الحالي الارباش تاعو اللي راهو دايرو. بسم الله ما شاء الله. شوفوا خوتي ان شاء الله راح يخدم في هذيك البلاصه، نكبرها مليح. هاوليك خاوتي المقنين، الله يبارك ما شاء الله. خاوتي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يحبوا المقنين ان شاء الله. خويا رابح يكبر المشروع تاعو في هذيك البلاصه، وتروح حاجة كبيرة إن شاء الله. هذه البلاصة اللي يبدأ فيها المقنين. الله يبارك بارك فيك خويا الطيب. إن شاء الله يا خويا نوفق، إن شاء الله موفق للناس الجميع للجميع. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا ربي خويا الطيب. ربي يهنيكم. وهذاك وشنو رابح هذا؟ هذا كعيك. هذا زاوش غريب، هذا رابح اصلا. شوف هذا الزاوش، هذا شنو هذا يا نوادر؟ هذا رابح. هذه بلاصه واحده اخرى ثاني، الله يبارك. استنى ندير الضوء. بس عباسك شريكي هو اللي يتكلم. ها هو وليد.
ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ربي سهل خونا رابح، وان شاء الله نشوف العام الجاي الانتاج تاعو مليح ان شاء الله يا رب، وكنهار اللي يفتح الفريال تاعو جديد تحضروا جميع، وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله، والعقوبة للناس اللي مازال زي خونا محمد محمد ان شاء الله ان شاء الله اه محمد اسمع انا اسمع انا غنطلع في المستوى ان شاء الله ان شاء الله لازم انت لازم هذا هو عمك هنا وهنا وندخل باك روشي ان شاء الله انا وهنا مازال هذيك اللي نتمناوها نتمناو الباك روشي ثاني يهرب بعيد كاع اسمع طيب مره اخرى ان شاء الله في الافتتاح ان شاء الله عام طيب ان شاء الله فيها النهار فيها الغابات ان شاء الله ها ونجوك نجوك مع الافتتاح نجوك ان شاء الله هاولي خويا وليد الله يبارك خويا طيب والمجمع الطيب على ريبوه موح محرز جبالي الجماعة من الريف فيصل عبد الرزاق ان شاء الله وربي يبارك ليه هذه الشمرة تاع الكناري تاع ريبوه خويا طيب هذه الشمرة بسم الله ما شاء الله هذا ان شاء الله قاعد داخل خويا طيب كراس 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 خويا طيب بسم الله ما شاء الله ربي يبارك فيك الله يبارك بسم الله ما شاء الله هذا ان شاء الله قاع تاع المسابقه هم داخلين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يديروا حاجه ان شاء الله اه منا اخوي طيب الراسه تاع اكد لي اكد لي على هذا اخوي طيب الله يبارك بسم الله ما شاء الله انا وغرامي الله يبارك بسم الله ما شاء الله معوج خويا الله يبارك خويا طيب خويا فاربا هذا عمر عمر اللي يحبهم فاربا وش 14 سنتيمتر هذا ما شاء الله هذا هو راح يحضر اخونا خونا الرزاق ان شاء الله انا من روحوا البكره شيء من نواقي بسم الله ما شاء الله نسيف عرب الله يبارك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله هاو بالفالو خلاص شعل الضوء ولا مازلنا كملناش نعرفو خلاص شوف ها
البروجيكتور هذاك. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. هذيك طيب، هذيك كعبة إيوينك بلو، وهذه الصفرة أوبالين إيوينك أوبالين باربلو. الله يبارك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بحر زيتين شكله وقع بحر. أنا ولحت أنا خلاص. بارك كنيور ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يعني طيب؟ الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. هذا الانتاج داينا وفيصل عن الطيب. الانتاج اخونا فيصل. ما شاء الله. هذوك شوف يا عدلاني، عدلاني درك نهبلو. الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله يتطور هذا الانتاج ويقول لي حاجه كبيره ان شاء الله. هذا زايد هنا، هذا فرق صغير. ها 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 لا من الله يبارك ما شاء الله. ما شاء الله.
الله يبارك ما شاء الله يا اخي. هذا عنده كاركتير الله يبارك ما شاء الله. عليك الاسيف عرب ان شاء الله ثاني الله يبارك ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كاين هاد الصغار هذا مهبل ما شاء الله. سبتي طيب. لا سبتي. سبتي تعرف فامي شتو؟ الله طيب قلبها فلاح ديرك. دورنا فلاح ما كانش كيما الفلاحة. عباك ان شاء الله ربي سهل. نجي نولوا هكذايا. نديروا الارفاج تاع الكابوني ونولوا هكذايا. يا سلام ما فرق ما باليش. كبيرة لازم. ان شاء الله يلا. اسمع تولي بتراكتور تجيب الماكلة والماء. تولي تجيب لهم الماكلة بتراكتور الزريعة الماي. والراكانة وين؟ لا راني في الحدود التونسية. راك ديباسيت الحدود التونسية. راني خلاص راني في تونس. راك البوست خليته موراك من هنا. خويا رزوقة عرفنا على الأنواع المقلين اللي عندك. السلام عليكم خواتي مرحبا بكم أخوكم عبد الرزاق من ولاية باتنا. خوتنا الفيديو الجاي إن شاء الله رايحين نزوروا خونا عبد الرزاق المدعو للزوقة. خاوتنا الفيديو الجاي ان شاء الله درناه العشاق المقنين خاطر خويا عبد الرزاق راه عنده المقنين الطفرة الله يبارك بسم الله ما شاء الله معروف بالانتاج تاع المقنين. وخاوتنا باركوا لخاوتنا كاع اللي راه داير الانتاج واللي رانا نزورو فيها وربي يوفقهم ان شاء الله وان شاء الله يكونوا كما نقولوا في المستوى العالي الاول. خوتنا الى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.